من أمام الحاجز العسكري على مدخل شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليلة، صدحت حناجر المنشدين بالمدائح النبوية ضمن أمسية رمضانية نظمتها حركة فتح ولجنة إعمار الخليلة. نحن نتواجد في منطقة مدخل شارع الشهداء، هذا المدخل مغلق منذ عام 1994، ومنذ 3 أعوام أغلقوا الاحتلال بشكل كامل ومنع حتى أقارب السكان داخل المنطقة من التواجد من زيارة أقاربهم. اليوم نحن نتواجد مع الأهالي ومع الأقارب في هذه الفعاليات لنكسر الحواجز ونكسر الاحتلال، ونقول لهذا الاحتلال كل إجراءاتك الأمنية المشددة التي تفرضها لن تثنينا ولن تثني أهالي شارع الشهداء عن صمود في وجه الاحتلال. مئات المواطنين حضروا الأمسية لدعم صمود قرابة 300 عائلة يقطنون خلف هذا الحاجز العسكري الذي أنشأه الاحتلال عام 94، واستصدر لتلك العائلات أرقاما لا يدخلون أماكن سكنهم إلا بها، ويتعذر على أي فلسطيني لا يحمل رقما من زيارة ذويه. لأن الناس في هذه المنطقة ما بتدخل إلا من خلال أرقام، وكل بني آدم فينا أصبح رقم، ما بيقدر في شهر رمضان يسوي وليمة اللي يدعي أقاربه من الدرجة الأولى. على سبيل المثال الأخ أو الأخت ممنوع يجوا يزوروا أهاليهم في هذه المنطقة، فإحنا ما بنشوف إلا إحنا نسوي فعاليات على البوابات وعلى الحواجز. وبالعام الماضي كان في إنا وليمة إفطار على الحاجز الموجود خلفنا لنعبر عن احتجاجنا واستنكارنا ونسمع الناس صوتنا ونسمع كل الناس وبالأخص أهلنا في مدينة الخليل. ويشدد الاحتلال الخناق على سكان تلك المنطقة من خلال منع الأقارب من زيارتهم والاعتداء على منازلهم بشكل مستمر. تواجد الفلسطينيين في هذا المكان يعزز من صمود العائلات الفلسطينية التي تقطن خلف ذلك الحاجز العسكري، خاصة أن الاحتلال لا يتوانى عن أي سبيل لتهجيرهم من منازلهم. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الفار، الخليل، فلسطين المحتلة.